الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد، عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر. يا دكتور، عايزين حضرتك تكلمنا بشيء من التفصيل عن الاستعدادات للمؤتمر وفعاليات المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمر الدراسات البيئية الرابع اللي بيقام من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. المؤتمر ده سنة بعد سنة بيكون بالتبادل مع مؤتمر الطفولة والمرأة. المؤتمر طبعا احنا من شهرين ثلاثة ابتدينا نستعد له قريب يعني، وابتدينا ننزل البروشور بتاعه على المواقع المختلفة ونخاطب كليات مختلفة واتخاذ الإجراءات بتاعت الإعلام على المؤتمر دوت. الأبحاث اللي في المؤتمر يمكن الحمد لله رب العالمين زي ما شفنا النهاردة 73 بحث، 38 بحث من جامعة جنوب الوادي، 32 بحث من الجامعات الأخرى، 3 بحوث من الدول العربية، 2 من السعودية، 1 من الكويت. الأبحاث كلها بعد تقييمها وفحصها كويس بتخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. يمكن تم استبعاد أبحاث قبل 73 على أساس بعيدة عن محاور المؤتمر. طبعا محاور المؤتمر برضو يعني في إطار خدمات بيئية زي النقل والطاقة، زي الزراعة والتقنيات الحديثة، زي الملوثات البيئية، زي التوعية والتربية البيئية، زي التثقيف البيئي، زي الملوثات وأثرها على صحة الإنسان، ومحاور أخرى برضو. يمكن كل الأبحاث بتناقش بعض القضايا البيئية في هذه المحاور، ولها أكيد توصيات هتخرج بها تخدم المجتمع والبيئة في نطاق إقليم الصعيد بوجه عام، وفي نطاق برضو الجامعات الأخرى اللي شاركت في هذا المؤتمر أو الدول العربية الأخرى المشاركة إن شاء الله. شكرا فندم. شكرا.